ها لا 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 يا عمتو، هي حصلت تساومك؟ بس انا ما سكتلهاش. ايوه 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 اللي على الباب. ايه ده بس؟ خلاص ايه واقفين ورا الباب؟ اتفضلوا يا باشا، هي دي اللي خطفت ابن اختي، اقبض عليها يا باشا. اقبض على مين يا متخلف؟ حضرتك مدام سامي عبد السلام؟ ايوه يا فندم انا خير. معايا امر من النيابه بتمكين السيد عوني من استلام عبد السلام ابن اخته. ايوه بس انا عمه الولد. امال انا مين يا ست القابله يعني؟ ما انا خاله والخال والد، وقلت لك قبل كده هاخد حقي بس بالقانون. يا فندم الشخص ده بلطجي وانا عمه الولد، يعني اولى برعايته. تقرير الطب الشرعي اثبت ان مدام هاله توفت بعد اخو حضرتك ومن حقها تورث فيه، ده غير ان من حق جده عبد السلام والده المتوفيه بحكم القانون انها ترعاه وتربيه. ممكن تسلميني الولد بعد اذنك؟ اه خد يا حضره الضابط، ده حتى لو ده قتل قطر قتل ابوهم. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ايه؟ لا بجد بجد انت مش ممكن مش ممكن. لو حضرتك معترضه ممكن تلجئي للمحكمه. عدم المؤاخذه يا باشا، انا هاخد ابن اختي. سيب لي الحقيني يا ماما سامي، انا خالك يا ريحه تكرهك فيا بعد اذنك يا ابله. يا ساتر يا رب يا فرحة قلبي، ده كان واد عامل زي الشياطين. بس يا سعاد بس، يا ده انت فعلا ما عندكيش قلب. قلب؟ ده لو كان قاعد يومين كان جاب لي السكر والضغط وجلط على البيعة. يوليو وي، ما ترحميها بقى وتسيبيها في اللي هي فيه. يا فرحة قلبي يا فرحة قلبي.